نعم، غيره من الآداب والأخلاق الإسلامية. نعم، أي نعم. الأمانة، وإذا ضيعت الأمانة قال فانتظر الساعة. نعم، ضد الأمانة الخيانة. تمنيت أمانة كتفات معون مطارك لبنان لما الرسول قال النبي عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى من ائتمنك. يا الله ملاك تنيا من بلوال أمانة أدرسو أمانة لا تعلب بالسوق بلوال ولا تخن من خانك. يا شودة هنسوات شودة الحكام الآن زاري اللوت بالسلطان، هل يمكن أن نأخذ من أموال الدولة؟ يا كمنجست نحارت بدك بلان ما انسات انجلال. لأن بعض الناس يقول هؤلاء الحكام خانوا الأمانة. عندنا سوت بالسلطان وش عكتنا شو أمانة سوالي لان. فماذا يصنع بعض الناس؟ إنك إذا تستمي لاردان من يسر لاردان يسرق من أموال الدولة مثلا كمن كهجة جنزل يسرق يختلس ينادك يتلف الممتلكات يسوي النبرات يعترف يكسر يخرب يسرع يا بلاش. لماذا؟ لا من النصيبات قال لأنهم هم خوان النزيه عقنات شويه. طب وانت الان انت اسمي مفسد في الارض بمدري بلا شهاده فلا بد ان نؤدي الامانه. سلاذي امانات شد للنادرس يا قدي لنا وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. ما قال فخانهم لانه لا يمكن ان يوصف الله سبحانه وتعالى بها. قال فامكن منهم نسوا بفلقوا وإن يريدوا خيانتك أنت المشاور بفلقوا أنت الله سبحانه وتعالى كذيب استفيد أسمك أكثر البرنس للمعالات وسجوان. أنت الآن دخلت إلى هذه البلاد أنت كبير هاجر جبار بعهد بقى كده أن تفي بعهد العهد الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنت ستقربنا الكامل قرأت عزاج ونهنا بوانجل نقرات التعزز. فمن ينادي اليوم زاريم الطاعة بالخروج على الحكام بمارس التعالي ليس رموي سلفهم يكون دين وضع قتل الأبرياء نطوها النفس اندي قدال نيوم التفجير ما فندات المظاهرات سلام مظاهرات سلام عيسر السب على رؤوس المنابر كمين برلي والطرم السادر. هل صنع هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا الله ملك تنجاهنا للسرعة سبطة وطال. هل صنع هذا الصحابة رضو الله عليهم؟ صحابة جهنا درجة فاطمة وطال. لا على دربهم. أول خروج في الإسلام متى كان؟ مجمّريا بسلمنا وسط مجمّريا من يعرف؟ أول خروج في الإسلام متى كان؟ ما كانوا يجمّروا كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم بنبيات قد يجمّر خرج رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم عند سوية وطأنا لنبيات بوالاتشو ذو الخويصرة سموذ الخويصرة يبالر والكامة مالتنا وليه ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لنبيات شمبوالات شو قال اعدل يا محمد عليه الصلاة والسلام أنت محمد فتح ناس أسفل كلمة حق يراد بها باطل إيكي قالاتو طرق على نبرت الدنيا السببت قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول أنه لا يمكن يأتي خروج بالسيف بالسلاح إلا ولا بد أن يسبق بخروج باللسان كعلى سلطان موطات
አይገኝም መጀመሪያ በመላስ መዘለፍ መውጣት ነው የሚቀድመው ያን ተከትሎ አካል ይወጣል واستدل بهذه القصة بقصة ذو الخويصرة خرج بلسانه أول شيء ما سرجع شوصي من سيامته مجمري على بيات شرندها وفق أوم أسمى ولهذا أي إنسان يريد يلتحق بالخوارج لابد له من مقابلة شخصية يقابله مقابلة شخصية نعم اختبار يعني ودا خوارجوك لتقى وهم لمساسل يفلق مساسلات ومجمّر يجنين ونطلع ميارك في المقابلة الشخصية يسأل عن ماذا؟ مجمّر يجنين ورق الله سامن بالأمبلاو عن التوحيد؟ سلا توحيد عن الشرك؟ وهم سلا شرك عن الإيمان؟ ويسلا إيمان نوتقعوا لا 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 يسأل عن ماذا؟ لأنهم يتيقوا هل تكفر الحكام؟ كافر انت كفر عندك هل تكفر أئمة الإسلام؟ هل تكفر الحكام؟ بعد سلطانك انت كفر عندك هلال هل تكفر؟ أئمة الإسلام الإسلام ما يقولك انت كفر عندك إذا كفر يا كفر قزين مقبول اسمع معنا قال أنا ومالي ومال الحكام أني أنا بعد سلطان من أجنان يقولون بيالون دهنا ومالي ومال الأئمة الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين يدين ما يوجد من سلامي وما كفراته بلون بيالون دهنا قالوا لا لابد تخرج أولا بلسانك لو خرجت بلسانك تخرج بسيفك بملاسي مجمرا بالنسل موطع تهلب بملاسي كوطع بوالا بسيف تكتل على بلو الوعد قال لا لا أستطيع أن أكفر أني لك على كفراته ومجال سلام عليكم على كفراتهم قال السلام عليكم قالوا لا لا يمكن تدخل لا تخرج ماذا يقول إذا دخل لا يخرج يقتلوه لا يمكن يخرج بهذه السهولة والله الذي لا إله إلا هو كجبا عوض عمال طيب قلنا ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم نعم لنبيك من على تنزل خويسرة كلمة حق يراد بها باطل يا كي تنقرات قالات حق نققرنات بس تجربوا هذه المدفوطة السبوبات إذن من طريقة الخوارج أنهم يتكلموا بكلام حق يريد به باطل نسأل العافية والسلام خوارج حق نققر ظاهر نقرالو ودستجربهم بيتحسروا مدخول جرهم يقول نريد إقامة العدل نعم نفلقوا فتنة أستنورا لمن؟ لا معاك للنبي صلى الله عليه وسلم الذي ائتمن الله سبحانه وتعالى يقول له اعدل لنبي يونان دي تاديا فتنة أستقاتل أمي لاتشو الله آمان بلو أستمتاتشو ويقول اليوم نريد نقيم الدولة الإسلامية بماذا؟ بالتفجير والتخريب زارين يالوت نوت عباتشونا فتح الناس في نلالو انجهو إيافلتو لمات يبلش الآن لو تأتينا فتوى في العقيدة من الشيخ بن باز رحمه الله تعالى نقبلها أو لا؟ كشيخ الباز عقيدة لمتع نقبلها لن ويسا نقبلهم نقبلها؟ نعم نقبلها لأنه إمام معروف بالتقوى والصلاح نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا نقبلها لن يتحمن تلك إمام نبرو بس تم أنه قول درس جن مطور ومطور لما لا تهيتشالن ما ننقوم سوء كذبيه وتشالة نحسابه من الخير لنمناده طيب فتوى في الجهاد فتوى في الخروج على الحكام فتوى في المظاهرات فتوى في قتل الأبرياء هذه لا نرجع فيها للشيخ بن باز إذا كنا نرجع إليه في العقيدة فما بالنا في مسائل فقهية ما نرجع إليه من باب أولى أن نرجع إليه عقيدة تتقبلنا تشو بفنداتا بسطوت بسلامة ويسلف بسطوت بتلاقي نقر مظهر سلامة ويسلف عطوطولو بسطوت لمنهم ما نتقبلنا تشو بعقيدة تقبلنا تشو ثم ننظر
هل غضب هؤلاء لله أو لغير الله؟ دموزك على يوم يتقوط تلا الله بلون النزيه ويس لا كالله يلا هنا على ما لا تشوف. على ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ نبياتنا من لين وينكم؟ من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. يا الله ملكتنا يهونا بدل سيدر سبات شو تبكلو آيوكم يا الله سبحانه وتعالى يكلكلو نقر كالتدفر وتوكسوك. لو كنت تغضب لأجل الدنيا فأنت من أتباع الدنيا. لا دنيا كوانا متقوطا أنت دنيا صنع. وإذا كان الغضب والرضا لأجل الله هذه طريقة السلف الصالح. يمتقوطا يمتودوا لا الله كوانا يسلف وجنك التأذنائنا.